سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما لاختيار اي اف ام وللاستماع لمع الناس، لكن زاد شكرا لكم لمشاركتكم في مع الناس، البرنامج اللي يخليكم انتم تكونوا مراسلين مواطنين يوميا، تقدموا شهاداتكم وتكونوا جزء من الاعلام. مرحبا بكم في حلقه اليوم، حلقه نهار الاربعاء 31 مارس 2021. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية باش تكون للأسف مع وفاة التلميذ سيف الدين دهسا بالقطار، ضحية أخرى في فندق جديد، التفاصيل بعد شوية. نهزوكم من بعد ونحكيه على حفرة في طريق معبد في نفس نهج بلدية الكبرية، عندها 7 شهور لم يقع إصلاحها، كانت تفكروا لكن اللي تحت فيها الكهرباء، مازال عليها الأخبار، تعرفوهم بعد شوية. كتاب بالمدينة العتيقة بباجة، كتاب قديم برشا، يقع خلعه والعبث بمحتواه عوض إدراجه في المناطق التراثية حسب سكان المنطقة. الحادثة هذه تفاصيلها بعد شوية. شكون من ذوي الاحتياجات الخصوصية ما عندهمش الحق يطلعوا في النقل البلدي؟ شنية الحكاية وشنو هالشهادة هذية اللي توصلنا لهنا في مع الناس؟ بعد شوية تاخذوا تفاصيل آخر خبر، خليكم معنا وشكرا لكم على الاستماع. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. كيف ما قلت، احنا نبدأ من جرومباليا وتحديدا فندق جديد حي الفراشيش، للناس الكل اللي يسمعوا فينا من غادي، وين نحكيوا على بلاصة خطيرة برشا، يخيم عليها للأسف شبح الموت كل يوم، على خاطر كل مرة تصير حادثة ويموت فيها طفل صغير وإلا شاب دهسا بسبب تواجد محطة الكار بجنب سكة الترانات اللي هي مهيش مسيجة ومهيش محمية حسب الشهادات اللي وصلتنا البارح. وللأسف يتوفى وليد آخر عمره 17 سنة فقط، اسمه سيف الدين، كان يستنى في الكار باش يروح لدارهم. يتم فتح تحقيق بطبيعة في الحادث هذايا. أكثر تفاصيل نسمعوها من عند المواطنة الصحفية والناشطة بالمجتمع المدني دنيا جحار. مرحبا بك يا دنيا. مرحبا يا عسلمة. شكرا لك دنيا اللي أنت موجودة بحضنا في مع الناس، كان تعطينا أكثر تفاصيل على الحادث الأليم هذايا اللي جات في فندق جديد في حي الفراشيش. أول شيء شكرا على النظرة متاعكم هذه للحادثة. مرحبا. ونترحم على روح الفقيد سيف الدين، الله يرحمه وينعمه، ولد منطقة فندق جديد تحديدا حي سرتين. أصحابه كلهم معناتها متأثرين ياسر بالحادثة هذه وعائلته وناس الكل. دونك طفل كيما العادة يستنى في الكار في قدام الكوليج قريب للتران، قريب لسكة التران. قاعد على السكة بالضبط، فما جوز سكة حافة معناتها قاعد عليها، فما حافة صغيرة العباد ينجم يراوها التصويرة اللي فيها معناتها تلامذك يخرجوا من الكوليج يقعدوا عليها ولا يستعملوا هاي قاعد عليها كما مستانسين الصغار الكل لهذه اللحظة معناتها من قبل والتوى والغدوة هذيك هي بلاصتهم. كي قاعد غديك وقت اللي زمر التران جوست هو تفجع من تزمير التران وجبدوا الهواء متاع التران يا أخي طاح التالي وصارت هكا الحادثة متاعه. معناتها هو الحكاية الحادثة معناتها وربي يرحمه وينعمه سيف الدين ويصبر أهله وأصدقائه والناس كل اللي تعرفه، أنه كان قاعد تو سامبلومون على هالحافة هذية كيما في العادة متاعه والحادثة تتم وقت اللي يتعدى التران يجبدوا الهواء نتاع التران ويصير الحادث. يجبدوا الهواء نتاع التران افكتيفمون، جبدوا الهواء نتاع التران يا اخي معناتها هذا هو اللي صار، معناتها مش أول مرة معناتها تصير الحادثة هذه. شنو صار قبل باش الناس تسمع دنيا وتعرف علاش الحكاية هذه خطيرة؟ قول لنا. لأنه صارت قبل الحكاية هذه مش أول مرة تصير، وكيف ما العادة معناتها الناس الكل تحكي وتقوم وكيفاش وعليش وليش نوصلوا للشيء هذي، وكيف ما العادة 3 أيام 4 أيام نسكتوا على الحكاية وتتعدى مرور الكرام ونستناو الحادثة اللي بعدها باش نعاودوا نتكلموا على الحكاية. شو اللي نجم يصير دنيا اللي يبدل هالكوتيديان هذي هاليومي هذي؟ شو اللي نجم يصير باش يغيره؟ طبعا لازم تصير تسييج للسكة متاع التران، لازم احنا من منطقة فندق جديد ونقعد معناتها جزت انه يتعدى عبد يفوت برج سدرية شوية يدخل في منطقة فندق جديد يلقى تتبدل الدنيا كومبليتمون.
لين يوصل لجرومبيليا تتبدل الدنيا كومبليتمون. لا معناتها الساعة السكة نتاع الترام ماهيش مسيجة من برج صدرية حتىكش لجرومبيليا. سكة نتاع الترام ما فيهاش سياج ولا سور حديدي ولا حاجة. إلى متى باش نقعدوا هكا؟ أنا نتوجه أول حاجة للسكة للشركة التونسية للسكك الحديدية، وزيدا كيف كيف شركة النقل بجرامبيليا إنها أموا تبعد شوية ما عادش تخلي تدخل للساحة، فما ساحة قدام الكوليج بالضبط. أموا الكارت ولي تقف لتلام بغاديك ما عادش تقف بجنب الترا بالضبط معناتها. واضح ما يقعدوش هما زيدا يستنيوها بحذا سكة الترا ويصير الحاجات كما اللي قاعدة تصير هذي. لازم مكان مخصص لتلامذا باش يستنيو الكار. أول حاجة معناتها تسييج السكة الترا الوقتاش باش نقعدوا هكا. أنا المرة هذية باش نكسروا معناتها الحواجز الكل وندخلوا تدخل سريع في الحكاية هذية ونقصوا من البيروقراطية وكل شيء ها وميزانية ها ورشنوها. لازم سكة، لازم تسييج السكة ترام في أقرب وقت. واضح يا دنيا. أنا نحب نشكرك اللي أنت كنت موجودة بحذينا اللي قدمت الشهادة هذية. سيف الدين عمره 17 عام، نفكر كما اتقال في الاخبار جات اخبار اوليه قالوا لي عمره 11 سنه، لا للتصحيح عمره 17 عام. ربي يصبر عائلته، يصبر اهله، يصبر اصحابه. اليوم السكان نتاع المنطقه هذه يقول لك راهو فما خطر، هذوما صغار لو ريفلكس وقت اللي يلقى هكا سياج نقولوا احنا الارتفاع نتاعو مش كبير برشا انهم يقعدوا عليه باش يستناو الكار، يستعملوه كمحطه شويه باش يستناو الكار نتاعهم اللي تراوح بهم. اليوم لازم يلقاو حل في المنطقه هذه حسب المواطنين اللي موجودين. مش اول مره تصير حادثه باش ما تتكررش الحوادث هذية، لازم حلول للمنطقه هذه. دنيا شكرا ليك دنيا قحار اللي كانت مراسله مواطنا اليوم وناشطه نفكر بالمجتمع المدني. هذا كان خبرنا الاول. خليكم معنا على خاطر باش نمشيو نحكيو على الحفره اللي كلكم تبعتوا حكايتها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي طاحت فيها كرهبه واللي كنا خذيناها في وقت سابق لهنا في مع الناس. الاخبار الحفره ما زالت مع الناس، الحفرة ما زالت، هذا هو عنوان الخبر. تتذكروا كيف ما قلت الحفرة متاع مناول اللي طاحت فيها كرهبة، تصويرة دارت برشا في الكبارية. لليوم نفس الحفرة موجودة وحسب الشهادة متاع السكان وليت فوسي كما نقولوا احنا بالدرجات التونسية. مش هذا ردوها مصب زادة متاع نفايات ديار وردم، وأكثر من هذا الفوسي هذا موجود تقريب في نفس نهج بلدية الكبارية، معناتها نشوفوه كل يوم. ناخذوا اكثر تفاصيل مع المواطنه الصحفيه صفاء خضراوي، ونشكر الناس الكل اللي بعثوا لنا الصور هذيا باش الناس تفهم. انا نحبكم تدخلوا توا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام، اللي تبعوا فينا على اي اف ام تي في على يوتيوب، شوفوا هالحفره هذيا كيفاش ولات تطورت تبارك الله عليها. به سيده صفاء خضراوي مرحبا بك. عسلامة، مرحبا. شكرا ليك صفاء اللي انت موجوده بحذنا هنا في مع الناس. الصور توصل الحقيقه، الصور اصلا ما تحتاجش لتعليق، لكن شنو اللي موصلنا للشيء هذيا يا صفاء؟ حسيت وانا هبطت البوبليكاسيون على الجروب والناس الكل تسالوا معايا وجاني برشا دي كومنتات برسمي الناس الكل مصدومين. وقت من الاول كان يسكن مهلوك شويه، نزلوا في صالحوره الحكايه صارت رمضان عام ناول صلحوه وجاي وقعدوا في جهد كبيره مسكرين وصلحوا فيه. من بعد اول مطره صبت وقتها كان مطره القويه ديك، الكيس الكل تحفر حفره كبيره وديجا هبطت صور على الفيسبوك فما بارتنير تخيل حفره دخلت بارتنير كلها في وسط الحفره تاعها. ومن وقتها وخرجوا بالسيف هذيك ولات الصوره الشهيره اللي دارت وقتها والناس الكل علقت عليها وكل شيء، وقالوا لي باش يتم التصليحه وخذيناهم احنا حتى في مع الناس، وقالوا راه فما اون انترفونسيون باش تصير باش تتسكر الحفره هذيك وتتصلح. يا كيكا الناس الكل سمعنا هكيكا، توا الحكايه عندها 7 شهور الحفره ما تسكرتش، بالعكس ولات سيخ ولات يحطوا فيها في البوبيل والكل. وان بليس جاتلو المواطنين معناها جابوا هكايا حجاز ودوروا بها الحفره وقعدت هكيكا ولات يحطوا فيها في البوبيل والكل. وما دوروها بالاحجار باش الناس تولي تشوفها وما تصيرش حوادث كما اللي صارت مع الكهرباء اللي طاحت في الحفره قبل. اي بالطبيعه الناس المواطنين عاديين بالطبيعه مش البلديه. والسيخ اللي البلديه ما بعيده حكيت 200 متر هي على الحفره، يعني كل يوم برك تغسل هي تعديو منها كل ديما ويراوها. والعباد دوروها حسيلو هكايا باش ما تعرفش عليها، ولاد صغار راهي غادي بلا ما فماش حتى شويه ضو في الليل
تعرف شو الصغار يتعدي وكراهب كراهب ولو تلمو أيسو فقدوا الأمل ولو يتعديوا بزنا بعرفت يخليوا وكي يبدوا بمشي بشوي بشوي بزنا بالحفر الكهرباء تعدي البلاصة تعدي كهرباء أتين عرفت صفاء انت قلت لك حطيت البوبليكاسيون وحطيت على مواقع التواصل الاجتماعي جاوك برشا ناس قالوا لي هما مصدومين من التصاور اللي قاعدين نشوفوا فيهم والحقيقه تصاور صادمه شو اكثر كومنتير هكا قعد لك في مخك معناتها من الناس والمواطنين اللي غادي في الكباريه واللي علقوا على الصور هذه الناس قالوا لي خي نيزك هذا ولا حفره اللي قال نيزك, نيزك ولا حفره واللي قال هذه تصويره خوادي ماهيش بالحق واللي قال وين مسال عدويني وين الصوره المعنيه وين البلديه وليك الكل يقولوا لي يا اخي نزلت ما عندك امل وتسال صي ما عادش دوله وما عادش بلديه والناس ولاو يحطوا والله سؤالك وجيه وسؤال انا ديما نطرحه لهنا في البرنامج صفاء تعرفش فماش شكون توجه لبلديه الكباريه باش يلفت النظر نتاعهم مادام حتى 200 متر بعيد علينا ما نجموش نشوفوا يقول لهم راهو هاو الحاله نتاع الحفره هاو الصور شنو ناويين تعملوا وقتاش ناويين تتدخلوا انا بخصولي انا فما برشا من المجيرين معناها مشيو وحكيو معاهم وقولوا لهم باهي توا نصلحوا توا نصلحوا توا نصلحوا والحكايه توا سافيست المعامله فما حتى شيء حتى ما فماش ما خذاوش حتى الانيشيتيف باش يصلحوا يعني ما جاوش عباد شيف وديزانجينيور حتى يخليوها هكاك و اون ديغي ولات بوبيل حاشيكم معناها حاشيك مساوي يا صفي ما نلقاش نلقاو تكسيت ما عادش يدخلوا لنا انا اختي نورمالمون تجيب البيس نتاعها نتاع الاسوسيسيون ما عادش نجم تدخل كيكه قاعده حاسين لما ترسلها تمشي على التوغوت مع قلب تاكسي حاسينه سيتواشن كاتاستروفيك بالحق صفي على الاخر ديجا هبطت هاكا فما تصور على الجروب وشوفوا بالحق انا جيسبيغ اللي على قلتهم شكون يسمعني اليوم وينجم يجي يصلحها عاشورة فيك العباد ما نجموش حتى كيف نتعداو هذاك كاين في هذا السونتر فير هكاك عباد ما صلحها واقفه بربي وينهم 200 متر بعيد على البلديه ما ينجموش يشوفوا يصلحونا في هالحاله هذه الكراه ما عادش يتعداو والدنيا والعباد يلوحوا في الدنيا غادي كشنو وهذاك علاش احنا خذيناك اليوم صفاء اول حاجه نحب نشكرك اللي انت وثقت شكرا لك اللي انت عملت تصاور هذوما اللي انت هبطتهم الناس اللي يشكلوا لازم بالطبيعه لازم العباد الكل يراه ولازم الناس الكل الغياجيس يعملوا اون رياكسيون ويتفاعلوا مع هذايا كما انت قلت صفاء خضراوي اليوم المواطنه هذايا اللي هبطت تصاور نتاع الحفره الشهيره في الكباريه خاطر ولات مشهوره الحفرة هذه عندها توا مدة عايشة مع الناس وقاعدة تتطور كيف ما قاعدين تراو في التصاور لو كان نداء اليوم البلدية الكبارية كان يسمعوا فينا كان ينجموا يتفاعلوا معانا كان عندهم زادة حل هما مبرمجين ويجيوا ينورونا يقولونا شنو ناويين يعملوا في الحفرة هذه اليوم مواطنة تقول لك احنا اليوم التاكسيات ما عادش تحب توصل لنا الغادي الكراب ما عادش تنجم تتعدى اليوم الحفرة حشاكم ولات مصب للنفايات زادة قاعدة تمشي وتتطور الحفرة هذه ما عادش كانت مشكلة صارت في نقولوا ظرف طارئ سيول من الماء في مطر لكن حتى الوقتاش بعد 7 و8 شهور نقضوا في الخطر هذايا فكان عندكم توضيح بلدية الكبارية مرحبا بكم نسمعوكم وناخذوا رأيكم ووجهة نظركم وخاصة حلولكم لهنا في مع الناس شكرا لكم كنت نجموا تتفاعلوا معنا خليكم انتم تسمعوا في مع الناس على خاطر ما زلنا باش نحكيو على باجة بالتحديد السيدي بن نعيش باش نحكيو على كتاب اللي تم العبث به كتاب تاريخي يقولوا الناس اللي يسكنوا غادي عمره سنوات طويلة لكن في عوض نحافظوا عليه اليوم مرتع الووكر للفساد كما يصفوه المواطنين باش نحكيو لكم زادة على كيفاش شهادة تقول ذوي الاحتياجات الخصوصية ما عندهمش الحق يطلعوا في النقل البلدي شنو هي الحكاية تعرفوها في الجزء الثاني من البرنامج تسمعوا فيه مع الناس مع الناس قضية اليوم بدأت أحداثها نهار الاثنين 3 جوان 1974 مع 11 متاع الصباح في سانت أنياس حي قديم في مارسيليا. كيفاش الراجل هبط لهم الكهرباء وقال لهم اللي هو ضيع كلب ولكحل وطلب منهم باش يعاونوه ابعث طفل يفركس ورا البلاص وهو هز له اخته وغبروا الاثنين وكي رجع طفل ما لقاهمش اكثر تفاصيل تسمعها اليوم في برنامج نهج التريبيونال مع ماضي ساعتين على اي اف ام احلى راديو اطلبونا على 58 550 707. هذا نمر تليفون اللي انتم تنجموا تتصلوا به باش توصلوا شهاداتكم لهنا في مع الناس يوميا باش تكونوا مراسلين مواطنين وباش تكونوا اكثر تاثيرا ويمكن سبب للتغيير وهذا اللي نحبوه
ليكم الكل اللي تاخذوا الوقت توثقوا الحاجات اللي تحبوا تحكيوا عليها وتكلمونا لهنا في مع الناس يوميا من الاثنين للجمعة. احنا باش نحكيوا على باجة في التحديد, بالتحديد في سيدي بن عيش, وين موجود كتاب اللي يعتبر من الأثار حسب السكان والمفروض يتم الحماية نتاعه والحفاظ عليه خاطر وجوده يعتبر استراتيجي في قلب المدينة العتيقة بباجة لاعتبارات تاريخية وحضارية وغيره. اليوم نلقاوه بدون أي حراسة, بل بالعكس حسب الشهادة اللي وصلت معرض للخلع والعبث بالمحتويات متاعه, ولا وكر لجلسات خمرية مما تسبب في اندلاع حريق. فما شكون يمكن استعمله وتوناخذوا أكثر تفاصيل على الحكاية هذه اللي هي الحقيقة مش الأولى من نوعها في المنطقة هذه بالذات. باش نعرفوا أكثر تفاصيل مع سي محمد بن عيش ناشط بالمجتمع المدني مباشرة في مع الناس. سي محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا, عسلامة زينك. شكرا لك اللي أنت موجود بحذانا. احنا راديو يعيشك يا سيدي, بارك الله فيك اللي أنت موجود بحذانا. شنية الحكاية متاع الكتاب هذي, علاش الساعة تعتبروه من الأثار وعلاش يتم العبث به بالطريقة هذي؟ والله هو في البداية أنا محمد بن عيش رئيس جمعية منتدى تنمية التراث والبيئة في مدينة عتيقة بباجة, أساسيون فوران باجة. الحادث اللي وقع معناتها في كتاب سيدي بن عيسى تحديدا في باب العين قلب المدينة العتيقة, هي القطرة التي أفادت الكأس. المدينة العتيقة بباجة معناتها عندها 3000 سنة تاريخ, تختزل معناتها حضارات وتاريخ مجيد, فيها العديد من المعالم الأثرية القيمة, معلم القصبة معناتها والعديد من المعالم الأخرى. الحقيقة منذ 2011 معناتها تتعرض لهجمة معناتها شرسة من قبل العديد من الأطراف, نظرا معناتها لضعف الإدارة وضعف معناتها السلطة الجهوية والمركزية. هو الكتاب هذا ما يخدمش معناتها ماهوش في دور؟ هو الكتاب هذا معناتها هو الكتاب معناتها في ملك بلدية باجة وتولى تبع معناتها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. الشؤون الدينية الأمور معناتها الشؤون الدينية كذلك مع التراث معناتها رسميه معناتها باش يتحمل مسؤوليته. معناتها هو مسكر معناتها مش قاعد يقع الاستغلال نتاعو ككتاب ولا غيره. هو كان يخدم معناتها قبل الكتاب هذا في قلب المدينه العتيقه, هو معناتها عنده تاريخ ومعناتها هو غير واغلب معناتها الاطارات في باجه كلها قرات فيه, معناتها عنده معناتها حب كبير برشا للاهالي المتسكنين المدينه العتيقه. للاسف معناتها وقع تلاعب به, معناتها وقع تعرض الى عمليه خلع وتلاعب بمحتوياته وعملية تخريب منهجة, وكانوا ما تفهم ما تخطيط للاشتباه عليه ما في قادم الأيام. سي محمد, مش أول مرة هذه جينا صور من باجة وفيديو من نوع هذي دايوغ. نحب نشكر سي محمد عزيز توجاني اللي بعث لنا الفيديو هذي, بارك الله فيه اللي وصل لنا الفيديو. سي محمد دون قلت مش أول مرة تصير حاجة كيف من هكا على معلم تاريخي في ولاية باجة. هي المدينة العتيقة بباجة معناتها عبارة على جوهرة لا تقدر بثمن, معناتها لكن الإهمال وعدم الصيانة وضعف السلطة المركزية والجهوية تركها في حالة كارثية وفي طريق الاندثار. العديد من المعالم وقع اقتحامها والعبث بمحتوياتها, مثل سيدي عبد القادر, بابا علي السماطحي, سيدي بوتفاحة اللي هو سلطان المدينة والمقر القديم لجمعية سيادة مدينة باجة, والذي تحول منذ 2011 إلى مدرسة قرآنية. الكنيسة اللي هي معناتها معلم معناتها تاريخي عظيم تعرضت إلى عملية حرق في الباب الخارجي. كنا حكينا عليه زاد صحيح. بالضبط سيدي بو عربة توك ويقع سيانكم عن طريق مع التراث ومكونات المجتمع المدني. أي والأحداث هذه الكل سي محمد سمحني معناتها ما فماش تحقيقات تعملت, فماش نتائج نتاع التحقيقات, ما تشد حتى حد, كيفاش معناتها؟ هذه معناتها مرضت الفرنسا وهذه نقطة استفهام كبيرة معناتها للسلطة الجهوية تحمل مسؤوليتها. سيد الوالي سيد رئيس بلدية مع التراث السلطة الأمنية معناتها الحقيقة معناتها ديما معناتها فما معناتها العمليات هذه معناتها تصلت إلى مجهول معناتها كوم بارازار فهمت لا معناتها هذه معناتها حقيقة عملية معناتها غير بريئة. كذلك معناتها فما العديد من البرامج الخاصة بالمدينة العتيقة وإحنا نشطوا في المدينة العتيقة وعملنا حتى عملية تزويق وتشبيل وتهيئة مثلا كما معلم بوسلامة في الحضرة في معلم القصبة واللي زيناه وكان مزارة معناتها العديد من الوفود الأجنبية, توا تتحول إلى معناتها وكر نتاع معناتها فوضى ونتاع فضلات وكذا. حقيقة معناتها المتابعة معناتها نقطة استفهام كبيرة. واضح. كذلك ما تاخذ زينب معناتها العديد من البرامج المهمه اللي بامكانها باش تسمو بالمدينه العتيقه, مثل المسلك السياحي والثقافي والتجاري للمدينه العتيقه المدينه المنتزه,
وهو برنامج في التنمية المندمجة بديه من 2018 والتوى معتها لم يرى النور، وهو معتها فلوسه مقصودة الحقيقة معتها الإدارة العميقة هذه والنيران الصديقة الموجودة في مركز بداية باجة، وكذلك ما تنحملها من المندوبية الجهوية للتنمية الجهوية بداية معتها صمت القصور عن العديدة عن البرامج الموجودة اللي بمثالها باش تعمل نقلة نوعية لل. واضح سي محمد بن عيش، انت استعملت برشا عبارات الكل هم انا نجم ناخذهم من عندك، النيران الصديقة وصمت القصور وهل العبارات هذوما الكل اللي الحقيقة يلخصوا الوضع اللي موجود حسب الشهادة متاعك انت، وخسارة الحقيقة خسارة كبيرة برشا للي ما يعرفش ولاية باجة وما يعرفش القيمة الاعتبارية والتاريخية متاعها، اللي ما يعرفش المدينة العتيقة نتاع مدينة باجة كان في كل مرة بقايا تتعرض للنهب والتكسير بالطريقة هذية كل شهر تقريبا، واحنا نسمع في الأخبار هذية احنا زادة ماذا بينا نعاود نقول ديما نفتح المجال للناس الكل على خاطر الغاية من البرنامج أنه نقاو حلول زادة أنه نقدموا تغيير، مش ندوا كهوا ولا نعطيه فرصة المواطنين أنهم يقدموا شهاداتهم كهوا، الفكرة أنه نوصلوا لنتيجة زادة. دونك كان تحبوا تتفاعلوا معانا مرحبا بكم بلدية باجة، ماذا بينا نسمعوا من عندكم وشنو ناويين تعملوا وين وصلت نتيجة التحقيقات، كان انتم عندكم نتائج معناش نورونا قولونا شنو اللي صاير بالضبط في هالمعالم هذه المختلفة اللي موجودة في المدينة العتيقة بباجة. نشكرك سي محمد بن عيش اللي كنت موجود بحذانا الناشط بالمجتمع المدني، ونعاود نشكر مرة أخرى محمد عزيز توجاني على الفيديو، ميرسي تونيزي نوميريك المصدر متاعنا باش خذينا زادة هالفيديو هذايا، شكرا لكم. طبعا العادي أنه نذكروا المصادر متاعنا. احنا من باجة باش نمشيو السيدي بوزيد، معتمدية سيدي بوزيد الغربية، النقل المجاني لذوي الاحتياجات الخصوصية، أما ما عندهمش الحق يطلعوا في النقل البلدي الخاص بالحي الجامع والمعاهد، هذه الشهادة اللي توصلنا مباشرة من سيدي بوزيد. مع الناس فيديو شهادة على مواقع التواصل الاجتماعي توصلنا لهنا في مع الناس. سيدي بوزيد كيف ما قلت في معتمدية سيدي بوزيد الغربية، النقل المجاني لذوي الاحتياجات الخصوصية، وذوي الاحتياجات الخصوصية ما عندهمش الحق يطلعوا في النقل البلدي الخاص بالحي الجامعي والمعاهد، وحتى كان يستهدر الشخص المعني ببطاقة إعاقة للشوفور هو ممنوع من الصعود باش يتنقل ويمشي يقرأ. هذه الشهادة اللي توصلنا من سيدي بوزيد الغربية، خلاف بين زوز أشخاص ينتميوا لزوز جهات رسمية، يمكن احنا باش ناخذوا الشهادة هذه مباشرة كيف ما قلت من سيدي بوزيد. مرحبا، انا مراش الاسم شكون معانا، مرحبا. اهلا عسلامة زياد، اهلا وسهلا بك. جهاد زينوبي، شكرا لك اللي انت موجود بحذين اليوم، وشكرا لك على الشهاده هذية. علاش كيفاش لاحظت ولا كيفاش انت وثقت انه ذوي الاحتياجات الخصوصيه ما عندهمش الحق يطلعوا في النقل البلدي اللي خاص بالاحياء الجامعيه والمعاهد باش يمشيوا يقرا؟ اهلا ومرحبا بكل مستمعين ومستمعات اذاعه اي اف ام واهالينا بسيدي بوزيد. شكرا خاص لهذه الاستضافه. مرحبا. حبيت ان نحكي لكم معكم جهاد جنوبي رئيس منظمه وسط رؤي امن تلفزيون واعلامي. حبيت نحكي لكم على الوضعيه، انها برشا ممارسات شفتها قدامي. نبدا انا كشخص راكب في الكار في النقل البلدي اللي هي الكيران المتركه في سيدي بوزيد، سيدي بوزيد معناها المدينه بوزيد الغربيه. عندنا الكيران تاع حي الجامع، عندنا المعاهد، عندنا المهاذم. للاسف ان الشوفره تاعهم مي الشخص ذوي احتياجات خصوصيه يستظهر بالبطاقه تاعه ويطلع في المحطه، في المحطه تاع الكار يطلع ويمد البطاقه يقول له لا ممنوع تطلع خاطر يقول له خلص. نعم يقول له خلص ولا ما عندكش ابون ما عندكش حق تطلع. هو لا تخلص لا تركب، معناها لا تخلص لا شو معناتها؟ معناها ما عندكش ابون ما تركبش. وهو هذايا بالحق اللي هي تابعه لشركه الشركه الجهويه القوافل بسيدي بوزيد اللي هي نورمالمون تابعه الدوله مرفق عمومي. بالحق شيء رهيب، ماذا بينا معناها نوجه نداء عاجل الى معناها هم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه، هم من ربي مهمشين، ربي يعطي خير والحمد لله. نزيد نحن سنه كمواطنين وك معناها عباد نزيد نقصوهم، بالحق شيء رهيب. حاب نقدم نداء عاجل الى السيد والي سيدي بوزيد والى السلطات
الجهوية الاجتماعية وإلى سيد المدير العام لشركة شركة قوافل القفة وإلى المدير الجهوي للنقل سيدي بوزيد بالحق أنهم لعدم معناها حائر كيف والله انا حائره اصلا شنو باش نسالك جيت خاطر اللي قاعده تقول فيه معناتها هذوما كيران خاصين بالحي الجامعي والمعهد معناتها يطلعوا فيهم كان الناس اللي يقراوا هكا ولا لحظه هو راهي ماهيش الكار تاع عين ماهيش كار تابع على خاطر انا قلت لي خاطر انا كي سالتك قلت لك حتى كي خلصوا ما يطلعوش قلت لي ما يطلعوش لا هو لهنا مش هو يقول لك خلص ولا ما تخلصش هو لهنا قدامي راي نحكي لك على حاجة لا لا نعرف هذا ونحب نفهم على خطر التفاصيل مهمة في هذا ايه؟ أنه الشفور بتاع الكار كي يطلع له شخص عنده بطاقة إعاقة يوريها له ويقول له هذه مش مسموح لك باش تطلع في الكار هذا وصارت أكثر من مرة هذاك علاش وهذوما الأشخاص تلامذة ماشيين معناتها الأحياء الجامعية والمعاهد تلامذة اي تلامذة وتلامذة معناها وطلبة تلامذة وطلبة ماشيين من ذوي الاحتياجات الخصوصية نقولوا لهم البطاقة متاعكم اللي تبين اللي انتم عندكم احتياجات خصوصية ما هيش كافية لاستعمال هالنقل العمومي اللي تابع لشركة قوافل سيدي بوزيد هذا هو يرحم والديك ايوه باش احنا توا كي نقولوا هالمساج هذا يبدا واضح الناس اللي عندها احتياجات خصوصية اللي في بلدان أخرين يسميهم أصحاب الهمم ولا ذوي العزيمة ولا الناس اللي المجتمع متاعهم الكل في أي بقعة في العالم يحاولوا يسهلوا عليهم لكسي باش ينجموا يمشيوا يقراوا على رواحهم ولا باش يمشيوا يخدموا ولا غيره أنه الترانسبور الكل يكون مهيئ لاستقبال كل الناس اللي عندها احتياجات خصوصية أنه الجامعات والمعاهد وأنا نعرف اللي أغلبهم ماهوش مجهز لاستقبال الناس اللي عندهم احتياجات خصوصية نقولوا لهم لا لازمكم تزيدوا مع الصعوبات اللي تواجهوها يوميا نحطوا لكم صعوبة أخرى خلصوا أبونمون آخر ما كانش ما عندكمش الحق تمشيوا تزاولوا القراية متاعكم الحقيقة أنا نستغرب الشهادة هذه توصلنا من سيدي بوزيد من عند صديقنا جهاد أنا ماذا بيا كان فمشكون من شركة قوافل سيدي بوزيد يوضح لنا ينجم يخرج لنا يقولنا راه هذاك القانون هذاك اللي موجود لو كان هذا صحيح كلمونا فسرونا وكان زاد الحقيقة موجود كلمونا فسرونا كيفاش تنجموا نطوروا هذا على خاطر الحقيقة حاجة بالنسبة لي أنا صادمة ومش كان لي أنا نتصور للعائلات الكل وعددهم بالألاف اللي عندهم أولاد عندهم احتياجات خصوصية لكنهم ناويين ينجحوا في البلاد متاعهم ويزاولوا الدراسة متاعهم أنا نستنى التفاعل متاعكم من شركة قوافل سيدي بوزيد شكرا لك زيادة اللي كنت معانا بارك الله فيك وبارك الله فيكم أنتم الكل اللي تبعتونا وين ما كنتوا شكرا لك إشراق كنزاري في الأعداد خولة بن عمار شكرا لك ميرسي أمين في الإخراج اليوم شكرا لكل فريق الإخراج الرقمي كنت معاكم زينب ملكي خليكم مع بقية برامج إي إف إم في لمن مع الناس.